إذا دائما في إطار تحضير لنيل شهادة الاي او تي الخاصة بإنترنت الأشياء وتحليل المعطيات اي تي ال بروسيس أو المنهجية اي تي ال التي نعتمد عليها في معالجة المعطيات. دائما اكستراكت المعطيات، نقوم بتجميع المعطيات ثم تحويل هذه المعطيات وتنقيتها ثم اللود ثم تحميلها داخل قاعدة البيانات. إذا كما قلنا بأن اكستراكت ترانسفورم اند لود اي تي ال is a process وعبارة عن منهجية for collecting data. collecting يعني to collect يعني تجميع رمز ولا. is a process for collecting data from this variety of sources. تطرقنا بأن في الفيديو السابق بأن هناك مصادر متعددة من البيانات الضخمة على شكل ملفات متعددة وعلى شكل بيانات إلى غير ذلك. إذن extract, transform and load is a process for collecting data لتجميع المعطيات from this variety of sources من مختلف هذه المنابع الخاصة بالمعلومات. transforming the data تحويل هذه المعطيات and then loading the data into a database وإعادة تحميل هذه المعطيات في قواعد بيانات أو خوادم خاصة بقواعد البيانات. كما قلنا one company's data could be found in Word documents يعني المعطيات التي يمكن أن نجدها في مقاولة ربما نجدها في ملفات Word spreadsheet ملفات Excel كما قلنا مثلا plain text CSV file PowerPoint email and PDF files. this data may be stored in a variety of servers which use different formats. إذن هذه المعطيات ستخزن stored يعني ستخزن في خوادم the server يعني حواسب عالية بها بعض التطبيقات الخاصة بقواعد البيانات. إذن this data may be stored in a variety of servers which use different formats. تستعمل أشكال متعددة كما قلنا. إذن there are three steps to the ATL process. هناك ثلاث مراحل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى extract أو تجميع المعطيات. data is sealed from several sources. إذن نقوم باستخراج المعطيات من مصادر متعددة. المرحلة رقم 2 step to transform يعني تحويل هذه الأشياء. after the data has been sealed عندما نقوم بتوفر على المعطيات it must be transformed ضروري تحويلها أحباء الكرام. data transformation may include aggregation sorting. sorting هو عبارة عن ترتيب ترتيب هذه المعطيات عفوا ثم cleaning أو تنظيف المعطيات الفارغة إلى غير ذلك and joining data وتجميع المعطيات ربما في نماذج مثل MCD model conceptual domain أو غيرها. المرحلة الثالثة load the transformed data is then loaded into the database for querying. عندما نقول for querying لنتمكن من طرح أسئلة لهذه القاعدة من البيانات. لاحظ بأن قواعد البيانات تستعمل SQL. ما معنى SQL Structured Query Language يعني لغة الأسئلة Structured البنيوية لغة الأسئلة البنيوية. إذا ضروري تجميع المعطيات حصد المعطيات ثم تحويلها ثم تجميعها في قاعدة البيانات لنتمكن من طرح الأسئلة واتخاذ بعض القرارات. كما قلنا do above descriptions يعني الوصف كما وردناه سابقا do above descriptions of the three steps of the ETL process are simplified. قال لك سيدي غير مبسط. إذن هذه المنهجية إذن مبسطة ولكن هناك أشياء أخرى. In fact في الواقع in fact في الحقيقة there is quite a lot of work to be before data can be loaded. سنقوم بأشياء أخرى أحبائي الكرام قبل تحميل هذه المعطيات إلى قواعد البيانات into a database and then queried. يعني هناك فقط مختصر لهذه الأشياء. إذن extract, transform and load data. إذن سنذهب إلى شرح extract. ما معنى extracting data؟ كما قلنا أحبائي الكرام the extract step gathers the desired data from the source and make it available to be processed.
يعني المعطيات التي نقوم بتجميعها لنجعلها قادرة على المعالجة. إذا extraction converts the data into a single format. إذا نقوم بالمعطيات مختلفة، إذا نحصل على فورمة واحدة، يعني تجميع ملفات كل الأشياء على شكل مثلا CSV file، على شكل مثلا XML file، اكسترا. اذا كما قلنا extraction converts تحول the data، تحول المعطيات into a single format، يعني عبارة عن شكل واحد للمعطيات that is ready to be transformed. For example, combining data from NoSQL server and an Oracle DB will give you data in different format. عندما نقوم بتحميل المعطيات من قواعد بيانات لا تستعمل SQL و Oracle الذي يستعمل SQL will give you data in different format، سنحصل على معطيات مختلفة. إذا المعطيات الخاصة بقواعد البيانات Oracle ستأتينا على شكل جداول، هنا لا ليس بالضرورة على شكل جداول. Voilà. إذن this data must be converted into a single format، يعني هذه المعطيات يجب أن تجمع على شكل واحد. Also the data must be checked to ensure it has the desired type of information. Voilà. This is done using validation rules. إذن هناك بعض الأشياء الخاصة بقواعد قبول المعطيات. If data does not meet the validation rules or it may be rejected. إذا كانت هذه المعطيات لا تخضع لقواعد محددة مسبقا، سنقوم بإزالتها. Sometimes this rejected data is rectified and then validated. نقوم بهذه المعطيات التي قمنا بسحبها، نقوم بتصحيحها ثم إعادة استعمالها. إذن إعادة استعمالها كما قلنا during extraction all of the query data from the sources is retrieval using minimal computer resource so as no affect network or computer performance. إذن هذه المعطيات في هذه المرحلة نقوم بعمل بحيث لا يؤثر على جودة عمل الحواسيب وكذلك الشبكات. إذا ما يهمنا extracting data consists a give unique form of data. Voilà. إذا سنقوم بداتا، إذا كما قلنا transforming data أو تحويل المعطيات. إذا لتحويل المعطيات سنقوم ب هناك شكلين، داتا كلينين تاسك ثم داتا ترانسفورميشن تاسك. إذن التحويل، إذن جوينين داتا فروم ملتيبل سورسز اند ريموفين دوبليكيت داتا، يعني التحويل، عملية التحويل نقوم بالأشياء التالية. إذن تجميع المعطيات، جوينين داتا فروم ملتيبل سورس، تجميع المعطيات الآتية من مصادر متعددة اند ريموفين دوبليكيت داتا، سنقوم بسحب الأشياء التي تعاد، البيانات المعادة. Aggregating for example summarizing multiple row of data. الأجريغاسيون أحبائي الكرام تتمكن من تجميع مجموعة من الأسطر من المعطيات لكي لا تصبح عندنا بيانات كبيرة جدا. إذا كما قلنا تلخيص مجموعة من الأسطر من المعطيات ولا sorting or ordering data، يعني ترتيب المعطيات تزايديا أو تناقصيا. Calculating new value to create a single piece of data. إذا سنقوم بربما بعض العمليات الحسابية للحصول على نوع واحد من المعطيات. Applying data validation rules، يعني تطبيق بعض القواعد. Data that fails the validation rules may be completely or partially rejected. هذه المعطيات سنقوم بسحبها. إذا data transformation task، data cleaning task لتنقية المعطيات. Making identifiers إنك وعلى category slash أمال فمال إنون وعلى كما قلنا من ومن not available are translated to one standard for example bar from an inhone. Voilà. Then values that are missing or not appropriate are standardized for example into no available
provided. إذن سنقوم ب the value that are missing or not appropriate are standardized. يعني نقوم بالأشياء التي فارغة، الأشياء الفارغة أو اللي فاليو فارغة أحبائي الكرام يمكن أن نقوم بملئها. phone numbers are converted to a standardized form for example. إذا بالنسبة مثلا أرقام الهواتف الآتية من دول متعددة يمكننا أن نقوم بجعل شكلها موحد. addresses field are converted to a standard form. بالنسبة للأدرس أحبائي الكرام، الأدرس مثلا كل شركة أو كل مؤسسة تقوم بطباعة العنوان بشكل معين، نقوم بتوحيد المعايير الخاصة. missing value may be searched for and added or simply deleted. إذا بالنسبة للقيم التي لا توجد لها، بالنسبة للأسطر التي تفتقد لبعض المعطيات نقوم بإزالتها أو نقوم بالبحث وملئها. إذا هذا هو عبارة عن هذا البروسيس أحبائي الكرام. إذا transforming data، ثم كما قلنا في الأخير loading data أو تجميع المعطيات داخل قواعد بيانات. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.